وبشو رجعت بقى؟ تاكسي ولا سرفيس؟ تاكسي امي، طمني، ما كسرت البريستيج تبع العيله. عم تمسخر انت؟ لا ما عم اتمسخر، بس يعني عم اكد لك اني عم اسمع كلمتك بكل شيء. بعدين انت ليش ما رحتي اليوم على الدوام؟ ما دخلك. اي صح، معك حق، انا شو دخلني؟ اكيد بيكونوا ناطريننا على الغدا. فوتي تغدي انت، انا مالي نفس. بابا اذا بتريد. مالي نفس. مرحبا. اهلين يا روش. شو ليش قعدتي محل بابا؟ بابا ما رح يتغدى. ليش وين متغدي؟ ما انا متغدي، بس ما بده يتغدى. ايه ليش يعني؟ ما بعرف. أنا رح ناديله. اتركه سام، لا تحرجه، ما بده يتغدى. وأنا ما بدي آكل. إيه ولا أنا. يعني على أساس أنا اللي بدي آكل بهي النفسيات البشعة؟ ولا أنا شو دخلني؟ خليني آكلي. شو ليش ما بدك تاكل؟ مالي نفس. وليش بقى؟ مبسوط. شوف وقت، إذا عم تحاولوا إنه تضغطوا علي بهذا الشيء اللي عم تعملوه فيني مشان وافق على هذا الاسم وخلدون، فلا حدا يحاول معي نهائياً نهائياً، ولا حدا يحطني بمواقف بشعة. شو هي المواقف البشعة اللي رح تنحطي فيها إذا وافقتي؟ يعني ولا شيء، يعني أنا ما بدي أكسر كلمتي قدامه. قدام مين؟ قدام خلدون طبعاً. قدام خلدون؟ قدام خلدون ولا قدام أبو خلدون؟ الأستاذ سام العياش. صار كل شيء واضح يا مدام. سام العياش اللي حبيتيه كل هالسنين بينك وبين حالك، وسميتي ابنك اللي هو ابني انا اسمه، حتى تضل ذكراه عايشه معك كل حياتك. انت شو عم تحكي؟ شو عم تحكي انت؟ مثل ما سمعتي، هالسر الدفين اللي مخبيتيه كل هالسنين انكشف. حبل الكذب مهما طال قصير يا مدام. مو صحيح. صحيح. كان مطلوب مني كلمة واحدة بس، كلمة واحدة تعترفين فيها.